أهلا بك. موضوعنا في هذا الفيديو عن الملل الذي ينتاب متعلمي اللغات وبالأخص المبتدئين، لذلك في الدقائق القادمة ستحصل على كل ما سيلزمك للتخلص من الملل ومعرفة الأسباب التي جعلتك تشعر بالملل من دون أن تعلم. حسب تجربتي مع اللغات، هناك ثلاثة عوامل. إذا كانت لديك أي مشكلة مع أي من هذه العوامل الثلاثة، فأنت مصيرك مع تعلم اللغات هو الشعور بالملل، الاستسلام، والتوقف عن تعلم اللغة. لذلك استمع لي جيدا وحاول أن تشخص الخطأ الموجود في نظامك التعليمي استنادا لهذه العوامل الثلاث التي سأذكرها لك. العامل الأول، طريقة خاطئة في حفظ الكلمات. هذه تعتبر من المشكلات الأكثر شيوعاً ما بين متعلمي اللغات، وتعتبر أيضاً سبباً رئيسياً للشعور بالملل أثناء هذه الرحلة، لأن عندما تحفظ الكلمات بصورة خاطئة ستنساها بسهولة، ولأن هنالك العديد من المفردات التي يتوجب عليك حفظها، فبطبيعة الحال سيكون هنالك عدد كبير من المفردات التي ستنساها. والمشكلة الأكبر هنا أنك فوراً ستلوم نفسك وتتهم ذاكرتك بأنها ضعيفة وأنك تعاني من سرعة النسيان، لذا نفسك لن تتقبل هذا الشيء، ستشعر بالاستياء باتجاه هذا الأمر، فستحاول أن تهرب. الملل الذي سينتابك هي نتيجة رفض نفسك أنك ضعيف وأن ذاكرتك ضعيفة، أو أن نفسك قد استاءت في أن تقع في موقف تحسسها بأن ذاكرتها ضعيفة وأن قدراته محدودة. لذلك مهم جدا أن تتبع الطرق الصحيحة لحفظ الكلمات، وإذا أتيحت لي الفرصة سأتحدث عن هذا الموضوع وسنركز أكثر عن كيفية نقل الكلمات من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمية. إذن العامل الأول، الطريقة الخاطئة لحفظ الكلمات، ستتسبب لك بالملل في بداية تعلمك للغة، وذكرنا لكم السبب. أما العامل الثاني الذي يتسبب في الشعور بالملل أثناء تعلم اللغات هي اتباعك للطرق الخاطئة للتعلم. وهكذا دون أي شك، حتى إذا أمضيت أشهر أو سنوات في التعلم لن تتعلم. لذا في نهاية المطاف عندما ترى أنك لم تتعلم رغم كل هذه الأشهر أو السنوات التي أمضيتها لتعلم اللغة، ستتهم نفسك بأن إمكانياتك ضعيفة وأنك تعاني من سرعة النسيان وأنك لست موهوب كفلان أو فلانة. هذا مجددا سيشعر نفسك بالاستياء فستشعر بالملل، لذلك ستستسلم وستتوقف عن تعلم اللغة هاربا من المواقف التي تضع بها نفسك في حالة حرجة. إذن مهم جدا أن تتبع الطريقة الصحيحة للتعلم، والأهم أن تكون هذه الطريقة الصحيحة مناسبة بالنسبة لك. لذا عليك أن تعرف ما هو أسلوبك في التعلم، حاول أن تبحث عن هذا الشيء، حاول أن تتعرف على الطريقة التي تستوعب بها المعلومات، بعد ذلك حاول أن تجد إحدى هذه الطرق الصحيحة الأكثر تناسباً معك. أما العامل الثالث الذي أيضاً يتسبب في الشعور بالملل أثناء تعلم اللغات ويؤدي إلى التوقف عن التعلم هي الاستعجال وتوقع نتائج فورية، فكمعدل سيتوجب عليك أن تنهي 1000 ساعة دراسية إلى أن تتمكن من فهم وتستطيع أن تقول أنك قد تعلمت اللغة. ومهم جدا أن تكون هذه الساعات على فترات متواصلة، لذلك من المهم أن تتحلى بالصبر، فمع الصبر والجهد المتواصل لا حدود للإبداع. إذن كخلاصة، يجب أن تحفظ الكلمات والمفردات بطريقة صحيحة، أن تتبع الطريقة الصحيحة والتي تناسبك، فليست كل طريقة صحيحة قد تناسبك، إذن تتبع طريقة صحيحة تناسبك. والعامل الثالث، أن لا تستعجل وأن لا تتوقع النتائج فورية.